مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة، الأحوال الموسمية خلال فترة فصل الخريف من هذا العام اللي هي تمثل أشهر 10 و11 و12. الوضع العام للوضعية الجوية، أمطار أقل من معدلاتها المعتادة خلال موسم الوسم على أغلب مناطق المملكة، مع وجود حالات مطرية على فترات متباعدة تتركز غربا، وأيضا هناك مراقبة احتمالية تشكل عدة حالات مدارية شمال المحيط الهندي، منطقة بحر العرب وأيضا خليج البنغال. أيضا هناك تنبيه من الضباب على سواحل الخليج العربي في أكتوبر وبشكل أقوى في نوفمبر. أيضا بداية موجات البرد وانخفاض ملحوظ على درجات الحرارة العظمى والصغرى على حد سواء على أجزاء من المملكة العربية السعودية خلال النصف الثاني من أكتوبر. أيضا درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة على شمال وشرق شبه الجزيرة العربية خلال شهري نوفمبر وديسمبر. هناك تحسن فرص وصول وتعمق الأحواض العلوية الباردة للجزيرة العربية خلال ديسمبر، مع تنبيه من تشكل الغبار في بعض الفترات مع اقتراب كتل هوائية أقل برودة في شمال غرب المملكة ونتيجة للفوارق الحرارية الهائلة. أما شهر أكتوبر فيتوقع أن تتأثر تركيا وشمال بلاد الشام بمنخفضات جوية في طبقات الجو العليا، فيما يرتفع الضغط الجوي على مصر وشمال الجزيرة العربية، ويؤدي ذلك إلى ضعف نشاط منخفض البحر الأحمر وقلة فرص الأمطار، بحيث تتكاثر بعض السحب الركامية على أجزاء من غرب وشمال غرب ووسط المملكة، قد تترافق مع هطول أمطار رعدية، وهناك نشاط في حركة الرياح المثيرة للغبار. ويعمل المرتفع الجوي على ارتفاع فرص تشكل الضباب على سواحل الخليج العربي، وتشمل الكويت والشرقية والبحرين وقطر والإمارات أيضا. ويؤثر الضباب في العادة على العديد من القطاعات الحيوية في الدولة، تشمل الملاحة البحرية والبرية والجوية، إلا أنه لا يمكن الجزم بكثافة هذا الضباب من الآن نظرا لبعد الفترة الزمنية والذي يتابع بشكل آني. أما بخصوص موسم الأعاصير، أعاصير بحر العرب، فمن المتوقع تشكل حالات مدارية، وسيتم الخوض بتلك التفاصيل حين اقتراب الفترة. أما شهر نوفمبر يتوقع أن يخيم مرتفع جوي في جميع الطبقات الجوية بشكل قوي على شمال الجزيرة العربية، يؤدي ذلك إلى ضعف نشاط منخفض البحر الأحمر، سيطرة أجزاء جافة في معظم المناطق، وهناك أمطار أضعف من المعتاد شمال ووسط وشرق الجزيرة العربية. أيضا هناك تنبيه من الضباب الكثيف على سواحل الخليج العربي، أجواء أكثر من حرارة وأجواء حارة أكثر من المعتاد وبشكل لافت، خاصة في العراق وشمال السعودية. وأيضا هناك مراقبة لتشكل حالات مدارية في بحر العرب، والتي سيتم متابعتها بشكل آني في حال حدوثها. أما شهر ديسمبر فمن المتوقع أن تسيطر منخفضات جوية في وسط وجنوب غرب أوروبا وصولا لشمال غرب إفريقيا، بالتزامن مع سيطرة المرتفع الجوي شبه المداري في فترات عدة على أجواء شبه الجزيرة العربية، ويؤدي ذلك إلى تموضع لكتل هوائية أكثر حرارة على أجواء المنطقة. وبالرغم من ذلك يتوقع امتداد بعض الأخاديد الجوية الباردة العلوية، تارة من الشمال عبر العراق وإيران، وتارة أخرى من بوابة مصر والحوض الشرقي من المتوسط. وينتج عن ذلك الأمر تأثر أجزاء عدة من شبه الجزيرة العربية، من أجزاء الجزيرة العربية خاصة الشرقية، بأحوال جوية غير مستقرة ينتج عنها تكاثر السحب وهطول الأمطار بمشيئة الله
اللي بتكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد وارتفاع مع ارتفاع فرص تشكل السيول في بعض المناطق على بعض الفترات من هذا الشهر. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، نتمنى أجواء إن شاء الله فيها أمن واستقرار للجميع وخير إن شاء الله، وشكرا للمتابعة.